عبد الغفور بن أحمد البلوشي ممثل عماني، حصل على دبلوم عالي الفنون المسرحية من معهد الفنون الجميلة بجمهورية العراق في عام 1980 في الإخراج والتمثيل، وبكالوريوس إخراج وتمثيل من الجامعة الحرة في هولندا، كما حصل على ماجستير إخراج مسرحي بدرجة امتياز من الجامعة الحرة. أخرج العديد من الأعمال المسرحية معظمها لفرقة مسرح الشباب بمسقط. كانت له مشاركات في العديد من المسرحيات كممثل، وبعضها في الإدارة والإشراف والإضاءة والصوت، كما كان له العديد من الأعمال الدرامية ممثلا في الإذاعة والتلفزيون، من ضمنها مسلسل الصحة والمجتمع ومسلسل وتبقى الأرض في عام 1987 ومسلسل يوميات سعيد وسعيدة في عام 1991 كضيف شرف ومسلسل نوافذ من الحياة في عام 1991 ومسلسل جمعة في مهب الريح في عام 1992 ومسلسل الشعر ديوان العرب في عام 1994 ومسلسل قراءة في دفتر منسي في عام 1995 بدور حمد بن ناصر ومسلسل عمان في التاريخ في عام 1995 بدور قائد فرنسي الكابتن ويليام سليمان ومسلسل أوه يا مال في عام 2006 ومسلسل الشطرنج في عام 2007 بدور راشد ومسلسل خيوط العمر في عام 2011 ومسلسل دين ودنيا في عام 2012 ومسرحية ولد البلد في عام 2019 ومسلسل مجرد لحظات في عام 2019 كضيف شرف. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.